شو عمل قلت وضع العدو واحتلال والحقنا بالصالحين يا حي واحنا الشباب الاحرار شو رايك تتبرع فينا؟ هذه المسيرة جاءت للتعبير عن رفض الأردنيين لاتفاقية الماء مقابل الكهرباء، ليس هذا فحسب بل وللتعبير عن رفضهم لكافة اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني ابتداء من اتفاقية وادي عربة ومرورا باتفاقية الغاز والدفاع المشترك وسكة الحديد وكل هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى إذلال الأردنيين وتركيعهم. غاز العدو